اخر حاجه على كهربا، بعد ما الكهرباء يدفع الغرامه للزمالك 2 مليون دولار وحوالي 400 ألف، بعد ما الكهرباء يدفع الغرامه محامي كهرباء هيرفع قضيه جديده في الفيفا على نادي اللي هو نادي افيزا، والنادي بيقولوا انه في ملاك جديد هيشتروه مش عارف ايه، هيروح بقى كهرباء يتخانق مع النادي. امتى الكلام ده؟ بعد ما الزمالك ياخد فلوسه 2 مليون دولار و400 ألف يدخلوا خزنة الزمالك، كهربا بقى هيقاضي نادي أفز والاتنين هيقعدوا يجروا ورا بعض في المحاكم، عشان كهربا هيطالب ان تعويض من نادي ان هو كان المفروض يقف معاه وما وقفش معاه، والحكم الاولاني اللي هو طلع من الفيفا كان مليون على كهربا ومليون على النادي. النادي لما افلس جات المحكمة الرياضية الدولية في الاستئناف راحت مشيالة كهربا ال 2 مليون كله، فكهربا هيستند للحكم الاولاني الابتدائي اللي طلع من الفيفا عشان يجري ورا ملاك نادي افز اللي هم الملاك الجدد، ويقعدوا بقى هم يتخانقوا مع بعض، ولو كهربا نجح في القضيه دي نادي افز هيرجع له مليون دولار. احنا كزملكاويه مالناش دعوه يا موهي، احنا ناخد فلوسنا نحطهم في الحصاله ومالناش دعوه كهربا بقى يتخانق ما يتخانقش، دي مشكلته يعني يروح يحلها معاهم يعني. طيب ده بالنسبة لأبو الكهارب الهارب، متشكر أستاذ أسامة منصور المحترم. طيب خلاص كهربا، خلاص كهربا، ندخل على قائمة الزمالك، وندخل على الزمالك وكلام مهم جدا 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 في الزمالك وموسيماني والقصة وخناق الدونجا وقط اللبس ورحيل فريرة وكلام جميل جدا جدا جدا. القايمة بعثة الزمالك، خلونا بس نبدأ في الأول، بعثة الزمالك اتحركت الساعة 7، الساعة دلوقتي كام؟ الساعة 10 يعني. بعثة الزمالك اتحركت من 3 ساعات، طبعا طائرة خاصة سافروا على الجزائر، ربنا يكرمهم يعملوا ماتش كويس ويخلفوا ظني وظن الناس اللي زي حالاتي مرعوبة ومتشائمة. تمام تمام. جدو فريرة اختار القايمة بتاعت الماتش بتاع بلوزداد، عواد وصبحي ونديم الثلاثه في حراسه المرمى، خط الدفاع الونش شبانه حسام عبد المجيد عبد الغني محمد طارق مسلوسي فتوح، خط الوسط دونجا سيسي رؤى زيزو نداي بالحج يوسف اسامه نيمار سيف جعفر وشلبي مصطفى شلبي، وفي خط الهجوم الجزيري وناصر منسي وسامسون اكينيولا. دي القايمه اللي هيسافروا الجزائر يعني، او سافروا خلاص اتحركوا للجزائر. مين اللي مستبعد من القايمه بتاعه الزمالك؟ عمر جابر لسه التاهيل، وعبد الله جمعه لسه التاهيل، عبد الشافي وشيكابالا الاثنين اصابه، ومصطفى الزناري لاسباب فنيه. دول الخماسي اللي مستبعد من رحله الجزائر. تمام يا رجالة، تمام يا رجالة. طيب تعالى بقى ندخل على على خبر تاني. هل انتم فاكرين، هل انتم فاكرين لعيب اسمه حمدي علاء؟ لعيب اسمه حمدي علاء عارفينه؟ حمدي علاء من ناشئين الزمالك، لعيب خط وسط خليفة طارق حامد، لعيب محترم قوي 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 قوي، معار للبنك الاهلي والإعارة بتاعته هتخلص نهاية هذا الموسم. كان في حديث مع حمدي علاء أو تصريح بيقول الإعارة بتاعتي من الزمالك يعني للبنك الأهلي هتنتهي بنهاية هذا الموسم، ولم يتحدث معي أحد من الزمالك للعودة مرة أخرى، والبنك الأهلي يرغب في تمديد إعارتي الموسم المقبل. أتمنى من مسؤولين الزمالك نسرع الريتم شوية، وخليني اتكلم بحب لان انا بحب امير، يعني اختلف معاه ان هو امير مرتضى السنة دي مش امير مرتضى بتاع السنين اللي فاتت، ولكن انا بحبه يعني، هو دماغه كويسة عقليته حلوة، ولكن هو عنده اخطاء كارثية السنة دي حاجة يعني مفروغ منها يعني. اتمنى امير يهتم بحمدي علاء ويعمل له مكالمة تليفون. ايوة يا حمدي
انت معانا السنة الجاية، مش هنجدد اعارتك للبنك الاهلي، حافظ على مستواك، احنا متابعينك، وانت السنة الجاية لعيب معانا في نادي الزمالك. معنويا اللعيب اتبسط، معنويا لما يعرف ان الزمالك متابعه وهيتفرج عليه وهيرجعه السنة الجاية ياكل النجيلة، وبالاخص ان مش هيشيل الزمالك غير ولاده. ولا تقول لي عمرو السيسي، ولا تقول لي رؤى، ولا تقول لي دونجا، ده اللي هيشيل الزمالك، ده حمدي علاء وطارق علاء اللعيب اللي في الناشئين اللي اتمنى اشوفه في كاس الرابطه، ده اللي هيشيل الزمالك. نيمار هيشيل الزمالك، يوسف اسامه وسيف جعفر هيشيلوا الزمالك، حسام عبد المجيد هيشيل الزمالك، ايشو وماجد هاني والكنز ده هم اللي هيشيلوا الزمالك. اه والله، مش مصطفى شلبي ولا عمرو السيسي ولا نضاي ولا سامسون، دول اللي هيشيلوا الزمالك. اتمنى من امير مرتضى منصور، معنويا هتفرق مع اللعيب ده كتير قوي. ايوه يا حمدي انت معانا السنه الجايه، ولكن ان شاء الله كله باوانه واحنا متابعينك. يبقى بص، عظمه مكالمه تليفون دقيقتين تفرق في الحاله المعنويه بتاعت اللعيب بشكل محترم جدا جدا جدا. ده بالنسبة لي حمدي علاء والتصريح بتاع حمدي علاء. عاوز اسألكم سؤال، عاوز اسألكم سؤال وتردوا عليا في التعليقات. الكابتن اسماعيل يوسف فين؟ يعني جه فترة الكابتن اسماعيل اتعين مدير كرة في النادي، مدير الكرة، وكان موجود على الدكة. هوب مرة واحدة يا مؤمن الكابتن اسماعيل يوسف مش موجود، مش انت ما بتشوفوش على الدكه الماتشات الاخيره خالص، ولا بتشوفه، ولا انا مثلا اللي ما باخدش بالي؟ بجد انا والله العظيم والله بسال بجد، ممكن انا ما باخدش بالي. هل الكابتن اسماعيل يوسف كان موجود على الدكه الماتشات اللي فاتت، ولا الكابتن اسماعيل يوسف يعني مش موجود على الدكه، ولا انا مش واخد بالي؟ اتوقع اني في مشكلة ما ان الكابتن اسماعيل مش موجود، في مشكلة. هل انت عارفها يا محمد؟ اه. هتتكلم فيها يا محمد؟ لا. ليه؟ هبقول لكم ليه بعدين، ولما اقول لكم هتقولي لي معاك حق. فالكابتن اسماعيل مختفي، ولكن الزمالك بيفتقد للكابتن اسماعيل يوسف من الاخر يعني. طيب تعالوا ندخل على محمد عبد الغني. تعبان والله، محمد عبد الغني تعبان. محمد عبد الغني عرفت ان هو اللي طلب التغيير بين الشوطين، ماتش انبي هو اللي طلب التغيير والونش نزل. يعني تخيل لو محمد عبد الغني ما طلبش التغيير ما كناش هنشوف الونش. محمد عبد الغني بين الشوطين، مالك قاعد عامل كده؟ مالك في ايه؟ قال لهم انا نفسيا ضايع، يعني مش هقدر. يا ابني كلنا بنغلط. قال لهم انا واقع، مش هقدر اكمل، مش هقدر اكمل. فنزلوا الونش، والونش اخد الماتش بتاع انبي. فمحمد عبد الغني تعبان نفسيا، وبنسبه كبيره محمد عبد الغني مش هيبدا ماتش بلوزداد، وبنسبه كبيره اللي هيبدا الونش، بنسبه كبيره اللي هيبدا الونش خبراته وكده. فاتمنى من محمد عبد الغني يوقف نفسه بنفسه، محدش هيساعده غير نفسه، مش هقول اكتر من كده، مش هقول اكتر من كده.